البيجي قايد السبسي، الرئيس السادس للجمهورية التونسية منذ 2015، بعد تفوقه على منافسه المنصف المرزوقي ب 55.68% من الأصوات. البيجي قايد السبسي ولد في 29 من شهر نوفمبر سنة 1926 بسيدي بوسعيد، زاول دراسته بمعهد الصادقية ومن ثم بفرنسا، أين أنهى البكالوريا والتحق بباريس، أين واصل تعليمه الجامعي ضمن اختصاص الدراسات العليا في القانون، وتعرف على الزعيم لحبيب بورقيبة ليعود إلى تونس سنة 52 بعد إنهائه لدراسته الجامعية. امتهن البيجي قايد السبسي المحاماة وعمل كمحام لدى الاتحاد العام التونسي للشغل بعد اغتيال الزعيم النقابي فرحت حشاد. كما تولى السبسي مناصب هامة في الدولة التونسية منذ سنة 63 تقريباً، فقد عين على رأس إدارة الأمن الوطني خلفا لإدريس جيجا عقب محاولة الانقلاب بديسمبر 62، وعين وزيرا للداخلية سنة 65 بعد وفاة الطيب المهريري. كما تولى السبسي حقيبة الدفاع سنة 69 إلى غاية جوان 1970، حيث تم تعيينه سفيرا لتونس في فرنسا. جمد السبسي من نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 71، لينضم إلى مجموعة أسست فيما بعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري. عاد البيجي قايد السبسي للحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد المزالي، ومن ثم عين على رأس وزارة الخارجية سنة 1981. وبعد انقلاب 7 نوفمبر 87 عين سفينا في ألمانيا الغربية، ومن ثم انتخب نائبا بالبرلمان وتولى رئاسته بين سنوات 89 و91. وبعد ثورة 2011 تم تعيين البيجي رئيسا للحكومة المؤقتة من قبل فؤاد المبزع في 27 فبراير 2011 ليغادر الحياة السياسية حين انتهاء مهامه كرئيسا للحكومة في 13 ديسمبر 2011، لكن هذا الغياب انتهى حين تأسيسه لحزب نداء تونس ليشارك في الانتخابات الرئاسية 2014 التي دخل عبرها إلى قصر قرطاج. تم الإعلان عن وفاة البيجي قايد السبسي على الساعة 10:25 يوم 25 جوليو 2019 بالمستشفى العسكري بتونس بعد تعرضه لوعكة صحية هي الثالثة في أقل من شهر.